طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من المصدر أونلاين: ميليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن معتقل فقد عينيه في السجن. ومن عدن الغد: ابنة رئيس جنوبي سابق وحيدة في محاولة استعادة منزل أسرتها بعدن. ومن القبس: صحفي كويتي متحدثا عن تعز الجميع حتى الأطفال يبحثون عن الأمان. ومن الأخبار المنوعة: ثرية بريطانية تقيم حفل زفاف لدميتين في فندق شهير بمصر. أهلا بكم. يتحدث موقع المصدر أونلاين عن معتقل لدى الحوثيين أصيب في قصف للتحالف وترفض الميليشيا الإفراج عنه. وقال الموقع إن أحمد عمر الشطاف أحد المعتقلين في صفوف الحوثيين أصيب في قصف التحالف الذي استهدف معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء، حيث كان يقبع في سجن للحوثيين هو والعشرات من رفاقه، وأصيب بإصابات مختلفة وأصبح كفيفا. لكن وفقا للمصدر أونلاين فإن هذه الحالة لم تسعفه بمغادرة معتقلات الحوثيين التي تملأ أو تمتلئ بالآلاف من المدنيين الرافضين لحكم الميليشيا في جميع المناطق التي تسيطر عليها. ويفيد الموقع: اعتقل أو اعتقل الحوثيون أحمد أثناء ما كان خارجا من مدرسة في العاصمة صنعاء، حيث كان يدرس فيها في 3 أكتوبر عام 2016، وكان معه نجله عبد الله 6 سنوات قبل أن يتمكن الأخير من الفرار. في منتصف ليل 13 من شهر ديسمبر 2017 قصفت مقاتلات التحالف سجن معسكر الشرطة العسكرية، سقط خلالها 34 قتيلا من المعتقلين والأسرى وأصيب العشرات، كان أحمد أحد المصابين. تقول مصادر مقربة من أسرته إن حالته صعبة وأنه يحتاج إلى رعاية خاصة كونه كفيف وحالته الصحية سيئة جدا. قالت إنه تم إلقاء وثائق ومقتنيات وأشياء والدها إلى الشارع في عدن من قبل من يدعون ملكية المنزل. وفقا لموقع عدن الغد: ابنة رئيس جنوبي سابق وحيدة في محاولة استعادة منزل أسرتها بعدن. ويفيد الموقع: تخوض ابنة رئيس جنوبي سابق معركة قاسية وحيدة لاستعادة منزل أسرتها بمدينة عدن. منذ أكثر من عام تعرض منزل الرئيس الجنوبي السابق عبد الفتاح إسماعيل للبسط من قبل نافذين من عدن. ويضيف عدن الغد: ومنذ ذلك الحين لم يحرك أي طرف ساكنا من المسؤولين والأجهزة الأمنية، ووجدت أسرة عبد الفتاح إسماعيل نفسها وحيدة في مواجهة أعمال البسط وسط تجاهل من قبل كل الأطراف الأخرى، وتعيش أسرة عبد الفتاح منذ الحرب الأخيرة خارج مدينة عدن. ويتابع الموقع للرئيس عبد الفتاح: ابنة تدعى وفاء والتي تخوض حاليا معركة استعادة منزل الأسرة في مدينة عدن، ويرى كثيرون أن أسرة عبد الفتاح تعرضت للخذلان من قبل كل الأطراف الحكومية والحزبية وحتى الإعلامية بعدن. مصور قناة بلقيس عبد الله القادري عصي على النسيان، فما زال زملاؤه يتذكرونه ويكتبون عن مآثره التي تحفظها محافظة مأرب جيدا. وكتب صالح الصريمي مقالا في الصحوان وقال فيه: الصحفي والإعلامي عبد الله القادري هو والحقيقة توأمان. منذ اندلاع المواجهة المسلحة بين الدولة وميليشيا الانقلاب، حمل الصحفي القادري على عاتقه نقل الحقيقة من مصدرها. فبينما كانت القوات المسلحة تتقدم في الجبهات وتحرز الانتصارات، كانت تلك الانتصارات تتوج بتقارير رجال الكلمة أمثال الشهيد عبد الله القادري رحمه الله. وبينما كانت تتضارب الأنباء حول سير المعارك، كان يجد المتابعون الخبر اليقين لدى الصحفي القادري، ويكفي من يتابع أخبار نهم وصرواح وأخيرا قانية أن يلقي نظرة على صفحة الشهيد ليستقي منها المعلومات المؤكدة عن سير المواجهات وعن تقدم الجيش الوطني والمقاومة. وكانت تغريدة من عدة جمل للصحفي القادري تغني عن سماع عشرات التقارير في وسائل الإعلام،
كيف لا والقادري صديق الجبهات ورفيق الأبطال والقادة أمثال الشهيد الشدادي وغيره من الأبطال. فبينما كان رجال الجيش والمقاومة يحققون الانتصارات ويقتحمون مواقع الميليشيا، كانت كاميرا الشهيد الصحفي عبدالله القادري ترصد تلك الانتصارات أولا بأول ليخرجها في صورة تقارير وتغريدات أو صور حية على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، ليقطع الشك باليقين ويقطع الطريق على مروجي الشائعات أو من يتداولون الأخبار غير الصحيحة ويستقون الأخبار من غير مصادرها. لقد كان الزميل الصحفي رحمه الله أشبه بوكالة أنباء يعتمد عليه زملائه في الحصول على المعلومة من مصادرها بحكم تواجده المستمر في جبهات المواجهة وعمله الدؤوب في مجال الإعلام وعشقه وإخلاصه لمهنة الصحافة. وبرحيله تكون الصحافة اليمنية قد فقدت صحفيا شجاعا وهامة من هامات الإعلام في اليمن. في الأيام العادية يستقبل قسم الطوارئ بمستشفى ثورة بتعز 30 حالة، أما أثناء المواجهات وفقا لرئيس قسم الطوارئ في المستشفى سالم الشميري فإن أيام المواجهات واشتداد المعارك يتجاوز عدد الحالات التي يستقبلها القسم إلى 70 حالة، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على الطاقم الطبي الذي يبذل أفراده كل جهدهم. وبحسب الشميري الذي تحدث لصحيفة الأيام فإن القسم استقبل خلال الثلاثة الأشهر الماضية أكثر من 2835 حالة وبشكل مجاني، ابتداء بالطوارئ مرورا بالكشافة في المختبرات والعناية المرقدة والعمليات وأقسام الرقود والجراحية، مؤكدا في ذات السياق توفر كل الأدوية والمستلزمات فيه بدعم من منظمة أطباء بلا حدود ومشاركة هيئة المستشفى. وأوضح رئيس قسم الطوارئ أنه عند وجود مواجهات في الجبهات أو قذائف من قبل الميليشيات تتوافد الحالات بكثرة للمستشفى ويتم استيعابها دون استثناء، على الرغم مما تشكله من أعباء كبيرة عليه في الوقت الذي لا تستقبل فيه المستشفيات الخاصة المدعومة إلا العدد القليل. وأضاف نضطر أحيانا إلى إرسال حالات معينة إلى بعض هذه المستشفيات الخاصة، ولكن للأسف يقومون بإرجاعها مباشرة حال معرفتهم بأن الحالة المحولة لا يوجد لديها مال، وهو ما يجبرنا بالعمل ما يمكن عمله لها رغم كثرة المرضى والجرحى. تعز ثورة التغيير، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله في موقع يوم المونيتور مضيفا في أجزاء من المقال. أين نحن اليوم من التغيير في مواقفنا واختياراتنا، في وعينا وسلوكياتنا، في رؤانا وأطروحاتنا، في علاقتنا ببعض؟ ما المزاج في انتفاضة تعز وهي تذكركم بالتغيير كهدف أساسي للثورة؟ ما المزاج في أن تهتف تعز لا لتدوير نفايات الماضي ونعم للتغيير ومخرجات الحوار الوطني الذي خطط مسار التحول والتغيير للدولة الاتحادية لتنفيذ أهداف ثورتنا المباركة ورفض الالتفاف عليها والمراوغة لإنتاج نظام سياسي مستبد لا يختلف كثيرا عن النظام الذي رفضته الجماهير؟ التغيير هو الهدف الجوهري للثورة ويحتاج لعملية وعي يشترك فيها العقل والجسد والروح، ويحتاج لجهد في التفكير الإيجابي يفتح النظام المغلق لنتجاوز ماضينا صراعاته تراكماته أحقاده وثأرته، ليكون باستطاعتنا توريد تغيير دائم ينتشلنا مما نحن فيه لننطلق لرحاب العصر والنهضة والتقدم. ما حدث في تعز من وجهة نظري ظاهرة وعي للذود عن الوطن والجمهورية والثورة. صوت الثورة يحذر من التلاعب بطموحات وأحلام الناس، صوت متمسك بقوة بأهداف الثورة وغيور على السيادة والكرامة. اليوم كل شيء ينهار ونحن نتلذذ بتخوين بعضنا، بفتح جروح الماضي والبحث فيه لبث سموم الفرقة والتمزق والشتات، لقتل الشراكة والإخاء والمحبة والتسامح للعداء الدائم ونزف مزيد من الدماء وزهق الأرواح بالكلمة أو بالبندقية. هذا هو الحنين للماضي والعبودية للبقاء تحت طاعة المستبد. الفتاة اليمنية التي قتلت داخل المحكمة في صنعاء أثار موتها الكثير من الأسئلة حول هذا النوع من القضايا، وأورد موقع ارفع صوتك المزيد من التفاصيل حول الحادثة. ضرب القاضي بمطرقته الخشبية الصغيرة على الطاولة منادياً سميحة الأسيدي للمثول أمامه للاستماع إلى
دعواها القانونية التي طالبت فيها بنقل ولاية أمر زواجها إلى المحكمة بعد أن رفض والدها عقد قرانها على شاب تقدم إليه طلبا يدها للزواج. لم يكن يخطر على بال الشابة الثلاثينية التي تنحدر من أسرة ريفية غربية اليمن أن تمردها على عادات وتقاليد المجتمع سيكلفها حياتها على يد شقيقها الذي بادرها بطعنة قاتلة داخل قاعة المحكمة في صنعاء يوم الاثنين التاسع من إبريل 2018. وقال شاهد عيان للموقع إن أخاها حين باغتها بالقتل داخل المحكمة بينما كان القاضي منشغلا بالأوراق، وأصيب الجميع بالذهول من هول الصدمة. حاولت المرأة جاهدة أن تزحف مستجيرة بالقاضي، لكنها سرعان ما سقطت على الأرض خائرة القوى دون حراك. ويضيف الموقع على الفور أمر القاضي بحجز الجاني البالغ من العمر 19 عاما واعتقال والده الذي اعترف بتحريض الابن على قتل شقيقته التي لم ترتكب أي جرم سوى إصرارها على حقها بالزواج من الشخص الذي تريد. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. زار الصحفي أحمد ناصر من صحيفة القبس الكويتية عددا من المدن المحررة في اليمن، وكتب تحقيقا مطولا عن عدن وأبين وتعز، وقد وصف أولا مدينة عدن. وصلنا إلى عدن في الثانية ظهرا عن طريق الأردن، المدينة حزينة جدا، كل شيء فيها يشكو من الحرب، الناس والمباني المهدمة والهواء الذي كان في يوم من الأيام عليلا. كما يتحدث ناصر عن الطريق نحو أبين، مدينة أبين التي تبعد 3 ساعات تقريبا عن عدن. الحرب دمرت الطريق والممرات والمباني والاستراحات. نمر على أطلال أو أطلال حضارة كانت هنا، والطريق الآن بعد توقف الحرب فيها شبه معبد، بين فترة وأخرى نتوقف عند نقاط التفتيش. ولأنه كان برفقة بعثة طبية فقد تحدث المحرر عن لحظات لقاء الأطباء بالمرضى. يعاني أهل أبين والمناطق المحيطة بها من مشاكل صحية عدة، أهمها سوء التغذية الذي يسبب نموا سيئا للأطفال. لذلك كان مشهد قدوم الأهالي من المناطق القريبة يدمي القلب. ويضيف بعد 5 ساعات من السير في طريق صعبة جدا وسط جبال صخرية وأرض صلبة، سنصل إلى تلك القمة العالية التي هناك، التي تشاهدونها هناك، مدينة تعز. جاء إلينا أطفال من بين الصخور المحيطة بنا كأنهم خرجوا من وسط القبور. سألتهم ماذا تحتاجون فقالوا نحتاج إلى الأمان. على طول الطريق رجال نصف عراه يمهدون الطريق للسيارات مقابل بعض الأدوية التي يحتاجون إليها، كما كانوا يعطون المارة شيئا من التمر. أوردت صحيفة الحياة اللندنية أحد الاهتمامات الموجهة ضد أو الاتهامات عفوا الموجهة ضد ميليشيا الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد. وقالت الصحيفة الحوثيون يطلقون سجناء من القاعدة. وقالت الصحيفة أن جماعة الحوثيين أطلقت سجناء من تنظيم القاعدة في محافظة أبين في صفقة لم تعرف تفاصيلها. وتفيد أن معلومات أمنية كشفت في وقت سابق تنسيقا بين جماعة الحوثيين وعناصر التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية في محاولة لإعادة ترتيب صفوف ميليشيات الجماعة. وأضاف مصدر عسكري أن الميليشيات أطلقت قبل يومين 18 سجينا من القاعدة في الأمن السياسي في البيضاء بموجب قرار لقياداتها في وقت رغم التنظيم أنها وزعم التنظيم عفوا أن هؤلاء سجناء فروا، وكان الحوثيون أطلقوا عشرات المعتقلين من القاعدة في مديريات البيضاء قبل تحريرها. قطعا ليس
قطعا ليست هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها القمة العربية في مثل هذه الأجواء الصراعية والانقسامية، فقد أصبحت هذه هي العادة طوال العقدين الآخرين. هذا جزء من مقال كتبه خليل العناني في صحيفة العرب الجديد مضيفا في أجزاء منه. لنتذكر كيف أن القمم العربية السابقة كانت تتحول إلى ساحة من الشد والجذب والتلاسن بين بعض الزعماء العرب، كما كانت هي الحال بين الراحلين العقيد الليبي معمر القذافي وملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز، وغيرها من المواقف التي كانت تكشف وهن الحال العربية. ولكن هذه المرة تبدو الأمور أكثر رداءة وانكسارا، فالبيت الخليجي منقسم على ذاته، ليس فقط سياسيا واستراتيجيا وإنما أيضا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا منذ بدء الحصار على دولة قطر قبل حوالي عام. وقد فشلت كل محاولات الوساطة سواء الخليجية أو الدولية بسبب تعنت بعض قادة دول الحصار وإصرارهم على استمرار الأزمة، على الرغم من قبول الدوحة بالحوار واستعدادها للجلوس على طاولة مفاوضات لا تنتقص من سيادتها وسيادة شعبها. ويزداد من رداءة الموقف أن القمة العربية تعقد هذا العام في العربية السعودية التي تعتبر قلب الخليج والأخت الكبرى لدوله وشعوبه، والتي كانت حريصة على لملمة البيت الخليجي طوال العقود الماضية قبل أن تحدث التحولات الدراماتيكية في بيت الحكم السعودي وما تبعها من تحولات وتبدلات في السياسات الداخلية والخارجية أفضت إلى ما نحن عليه الآن. نعلم أن جامعة الدول العربية قد وصلت إلى مرحلة الموت الإكلينيكي منذ أمد، ونعلم أيضا أن كل عام يمر على الأمة العربية يزداد سوءا عن سابقه، ولكن تشييع الجامعة إلى مثواها الأخير لا يبدو قريبا، وكأنما ثمة اتفاق ضمني بين القادة والزعماء العرب على أن تظل هذه الجامعة كيانا مشلولا لا هو حي ولا هو ميت. من أكثر الأخبار إثارة وغرابة ما نشرته صحيفة القدس العربي والتي عنونت: مليونيرة بريطانية تقيم حفل زفاف لدميتين في فندق شهير بالأقصر. وقالت التفاصيل: شهد فندق شهير في مدينة الأقصر بصعيد مصر حفل زفاف غريب ومثير، حيث أقامت المليونيرة البريطانية كلاوديا براون حفل زفاف لدميتين على شكل دب، وحجزت المليونيرة للدميتين جناحا ملكيا بالفندق وأقامت حفلا ساهرا بمشاركة أصدقائها المقربين الذين حضروا من بريطانيا إلى الأقصر لمشاركة صديقتهم في احتفالها بزفاف عرائسها وتقديم التهنية للعروسين الدميتين. وتضيف الصحيفة إن المليونيرة البريطانية أنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية على حفل الزفاف ونفقات إقامة العروسين والمدعوين في الفندق الفاخر المطل على نهر النيل، وأصرت على أن يقيم العروسان في ذات الجناح الذي أقام به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي برفقة زوجته. فيما تواصل الميليشيات عزل اليمن عن العالم، يطرح أستاذ زائر في كلية كوبنهاجن لإدارة الأعمال بيرون لوبرغ مزايا التجارة الحرة وأهمية أن يكون العالم منفتحا في وجه بعض، وهنا يسرد في مقال ترجمته الغد عددا من مزايا أن تكون حرا اقتصاديا. يظهر التاريخ الحديث فوائد فتح الاقتصادات للتجارة الحرة، حيث من المدهش أنه في السنوات العشرين الماضية انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف تقريبا. وكما أشار الاقتصادي في جامعة أكسفورد ماكس روسر، فإن بإمكان الصحفي نشر هذا الخبر ضمن عناوين الصحف الرئيسية كل يوم خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، وهو: لقد انخفضت نسبة الناس الذين يعيشون في فقر مدقع بمعدل 137 ألف شخص. إن الموضوع ببساطة هو أن التجارة الحرة تحقق خيراً أكثر للكرة الأرضية مقارنة بأي سياسة أو برنامج أو مشروع منفصل في أي مكان. والمأساة الحقيقية حسب الوقائع الحالية هو أن العالم يبتعد عن مستقبل أكثر حرية وازدهاراً. كان المؤرخ البريطاني توماس ماكاولي
لاحظ في العام 1824 أن التجارة الحرة التي تعد من أعظم المزايا والتي يمكن أن تمنحها الحكومة لشعوبها لا تتمتع بالشعبية في كل البلدان تقريباً. ومنذ العام 1820 انخفض الفقر العالمي من 94% من البشرية إلى أقل من 10%، فيما يعود إلى حد كبير للتجارة الحرة. ولكن حتى في يومنا هذا فإن لوم التجارة الحرة يتمتع بالشعبية إلى درجة أن إدارة ترامب تبدو جاهزة للإضرار بواحدة من أفضل السياسات التنموية، ويجب لهذا أن يتوقف، ولا ينبغي السماح للخسائر الصغيرة نسبيا بسبب التجارة والتي يمكن تعويضها بسهولة بأن تتغلب على الفوائد العظيمة التي تجلبها تلك التجارة. صور ملتقطة من مناطق العالم المختلفة وتظهر أوجها للفرح وأخرى للحزن، اخترناها لكم من صحيفة الجارديان البريطانية، وتظهر في إحداها امرأة يمنية وهي تجمع الحطب في واحدة من أكثر مآسي العالم كما تصفها الأمم المتحدة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.